الالتروكسين او ماده الليفوثيروكسين علاج كسل الغده الدرقيه ونقص افراز هرمون النشاط او الثيروكسين منها. الهرمون ده مسؤول عن عمليات الميتابوليزم والنمو، وبالتالي مسؤول عن توليد الطاقه والنشاط. الناس اللي عندهم نقص في افراز هرمون الثيروكسين بيعانوا من بطء في ضربات القلب، انخفاض معدلات الحرق، وبالتالي بيكونوا عرضه للاصابه بالسمنه وزياده الوزن اكتر من غيرهم، قله النشاط الحركي او البدني مع بطء الفهم والاستيعاب وانخفاض درجه حراره الجسم. المشكله بتكون اكبر لو نقص هرمون الثيروكسين مع الاطفال، لان ده بيسبب المنتال ريتارديشن او التخلف العقلي والاصابه بالتقزم او الدورفيزم. النهارده هنعرف مع بعض ايه الجرعه الصحيحه بتاعه الالتروكسين وايه افضل وقت ناخدها فيه، هنعرف ايه الادويه اللي بتتعارض مع هرمون الثيروكسين او دواء الالتروكسين، وهنعرف ايه اهم الاثار الجانبيه المصاحبه لاستخدام الدواء ده، وفي اخر الحلقه هنعرف كل البدائل المتوفره في الصيدليه لدواء الالتروكسين. انا حسام خلف ودي قناه صحتك في 5. اشترك في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد. دواء الالتروكسين او ماده الليفوثيروكسين بيستخدم كعلاج لنقص افراز هرمون الثيروكسين من الغده الدرقيه. الدواء ده لا يستخدم باي حال من الاحوال لعلاج السمنه مع الناس اللي عندهم هرمون الثيروكسين في المعدلات الطبيعيه، وده لسببين. السبب الاولاني انه في الحاله دي مش هيكون فعال ابدا لتنزيل الوزن. الحاجه رقم 2 هيكون ليه اثار جانبيه قد تكون خطيره جدا. جرعة الثيروكسين الصحيحة أو دواء الالتروكسين هي قرص واحد كل يوم قبل الفطار بنص ساعة، ونشرب وراه كوباية مية. بين 18 و 49 سنة بتكون الجرعة المبدئية لدواء الثيروكسين بين 50 ل 100 مايكروغرام مرة واحدة كل يوم قبل الفطار بنص ساعة، ونشرب معاها كوباية مية. بنرجع للطبيب بعد 3 ل 4 أسابيع من استخدام الجرعة المبدئية. لو لقينا نسب الثيروكسين في الدم طبيعية ففي الحالة دي هنمشي على نفس الجرعة. لو احتاجنا لزيادة الجرعة بتزيد بين 25 و 50 مايكروغرام على الجرعة المبدئية. الدواء بيحتاج بين 6 و 8 أسابيع عشان يوصل لمستوى ثابت في الدم أو الستيدي ستيت، وبالتالي الحصول على أفضل مفعول. يعني أفضل مفعول لدواء الالتروكسين هنحصل عليه بعد استخدام منتظم للدواء لفترة تتراوح بين شهر ونص وشهرين. الناس اللي عندهم 50 سنة أو أكتر بتكون الجرعة المبدئية لدواء الالتروكسين 25 مايكروغرام مرة واحدة كل يوم قبل الفطار بنص ساعة، وبعد 3 ل 4 أسابيع بيرجع طبيب البطنة يقيم الحالة. لو محتاجة زيادة في الجرعة بتزيد بين 25 و 50 مايكروغرام على الجرعة المبدئية. ونفس الكلام بينطبق على مرضى القلب في أي مرحلة عمرية. لو الجرعة المبدئية بتاعتهم بتكون 25 مايكروغرام مرة واحدة كل يوم، وبتزيد بمعدل 25 مايكروغرام بعد 4 أسابيع. المرأة الحامل لو عندها نقص في هرمون الثيروكسين بتكون محتاجة جرعات أكبر من الدواء، وده لأن هرمونات الحمل بتزود احتياج الجسم لهرمون الثيروكسين، وبالتالي يجب استخدام الدواء تحت إشراف طبيب البطنة أو طبيب الغدة مع طبيبة النساء. في بعض التفاعلات بتحصل بين الالتروكسين والادويه المزمنه الموجوده في الصيدليه. رقم 1، في ادويه بتقلل امتصاص دواء الالتروكسين وبالتالي بتقلل المفعول بتاعه، زي ادويه علاج الحموضه اللي بتحتوي على املاح الالومنيوم والمغنيسيوم والموجوده في الصيدليه باسم المالوكس اكياس وشراب، موجوده باسم الجافيسكون او الميكوجيل او الايبيكو جيل. ادويه علاج الانيميا اللي بتحتوي على الحديد زي الهيماكابس، الهيموتون، الفيروترون والفيروجلوبين. رقم 3، أدوية علاج دهون الدم اللي بتحتوي على مادة الكوليستيرامين زي الكويستران اكياس. عشان نتجنب المشكلة دي يجب الفصل بين علاج دواء الغدة والأدوية دي مدة على الأقل 4 ساعات. أدوية علاج الجلطات اللي بتحتوي على مادة الوارفارين زي الماريفان تزود المفعول بتاع دواء الغدة، وبالتالي يجب ان احنا نعرف طبيب البطنة. مضادات الاكتئاب من مجموعة الترايسايكليك انتي ديبريسانت الموجودة في الصيدلية باسم الانافرونيل، لو اتاخدت بشكل متزامن مع دواء الغدة الالتروكسين بتزيد الاثار الجانبية والسمية للالتروكسين وللانافرونيل، وبالتالي في الحالة دي يجب ان احنا نقول للطبيب عشان يغير لنا الانافرونيل لنوع تاني من الادوية. الاثار الجانبية لدواء الالتروكسين بتكون عكس اعراض الهايبوثايروديزم او عكس اعراض نقص هرمون الثيروكسين. اعراض جانبيه زي عدم انتظام ضربات القلب، الم في المفاصل، زياده معدلات القلق والتوتر، صعوبه في التنفس، الاصابه بالاسهال والصداع. ويمكن اخطر عرض جانبي لدواء الالتروكسين هو الاصابه بالذبحه الصدريه، وعشان كده مرضى القلب بيبداوا بجرعات بسيطه جدا وبيكونوا تحت ملاحظه دقيقه لطبيب البطنه او طبيب القلب. سيب لحضرتك على الشاشه دلوقتي كل البدائل بتاعه الالتروكسين المتوفره في الصيدليه بالاسعار بتاعتها. نتمنى نكون قدمنا لحضراتكم النهارده معلومه مفيده. صحتك في 5.